السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده محرك بحث خاص بالمنح الدراسية والسكولرشيب. كل اللي عليك ان انت تكتب بس انت بتدور على منح دراسية في اي مجال، مثلا مجال السولار، هو يبدأ بقى يفلتر لك انت عايز مثلا حاجة في اي دولة من الدول، عايز حاجة في الدكتوراه ولا حاجة في ماستر ولا حاجة تدرس عادي يعني، وتقدر تفلتر حسب الجامعات. هتلاقي مئات النتائج طلعت، حاول ان انت تشوف اقرب حاجة ليك وتبعت لهم، وبالتوفيق ان شاء الله. المهم وانت بتبعت تبقى جاهز وبعت مثلا توفل او ايلس بحيث يتأكد ان انت بتجيد الانجليزي.